توم لنستمع. أنا أعطيت عنوان قدر الله وما شاء فعل. تجربة كيكتسبها المغرب التطواني في هذه البطولة ماشي مشكل، ولكن الناس كتسأل في المغرب دابا سبب استبدالك، إلا حاب تهدر في الموضوع مرحبا، ما حابش فعادي نهدر في يعني سبب استبدال دي. فكنظن أن المدرب السلام لي يعني بدلني في الشوط في الأول، قال لي غادي تجلس غادي يدخل زي كيف تنقول زيد الكروش، لكن ربما في دقيقة 15 كنظن أن كنت بوحدي يعني كنظن في الأمام يعني منعزل ما بين المدافعين زائد الحارس يعني في نص الملعب كامل، فكان كيطلب مني أنني نقوم بضغط عليهم يعني بوحدي في نص الملعب. هذه كنظن شيء غريب في كرة القدم، وبالتالي يعني قلت لي أنا ما نقدرش يعني بحركة، قلت لي يعني راه كاينين ثلاثة ما نقدرش نبراسي في نص الملعب، وبالتالي قال زيد كروش نوت تسخن يعني بين لي حركه زعما انك غادي تخرج، فهمتيني. وانا يعني كنتقبل القرار ديالو لانه هو المدرب ديالنا وكنحترمو. ما تحسرتيش على انه لو كنت مع اصحابك وانت عندك خبره المونديال انه ممكن تحقق شيء للمغرب تطوان؟ صراحه لو شفتيني من وراء الشوط من وراء الشوط الاول، تابعت يعني الشوط الثاني في عبر التلفاز، فلو شوف العصبيه اللي كانت فيها ما تصورش. فانا كنت بالفعل كنت من نكمل المقابله لانني كنعرف هذا الفريق اوكلاند سيتي، ويعني سهل باش نسجلوا لي لو كانوا فرص، لكن كيف قلت انت قدر الله وما شاء فعل. فهذه كره قدم ان شاء الله غادي نمشيو للبطوله باش نعوضوا هاد الهزيمات اللي تلقيناها في الدوره الاخيره ان شاء الله. رساله من محسن ياجور للجمهور التطوان. فصراحه الرساله نقول لهم هما اش نقول لك يعني ما لي الا نحييهم، ويعني جمهور اللي كيبغي فريق ديالو فاش اليوم شنو داروا. فكنقول لهم اننا ان شاء الله نعوضوا لهم هاد الهزيمه، ان شاء الله نعوضوا لهم في البطوله ان شاء الله، ونزيدوا بهذا الفريق الامام اللي كيف ما كيتمناو يشوفوا ان شاء الله.